يشهد العالم موجة ارتفاع في الأسعار يتوقع خبراء تصاعدها خلال الفترة المقبلة. أسباب كثيرة أدت لها، لعل جائحة كورونا من أهمها. يضاف لها أزمة الطاقة والتغيرات المناخية التي أثرت على المنتجات الزراعية وعلى رأسها القمح. كل هذا إضافة لظروف الحرب التي أشعلها النظام تزيد الأعباء على قاطني شمال غرب سوريا. الشكاوى بدأت تعلو، خاصة بعد تدهور الليرة التركية ووصولها لمستويات قياسية. هناك أزمة خبز هي الأسوأ خلال السنوات الأخيرة. حكومتا الإنقاذ والمؤقتة وحدتا سعر الربطة، لكن رقابتهما على وزنها تبدو معدومة. ينخفض وزن ربطة الخبز بشكل كبير ويصغر معه الرغيف. أوقفت معظم المنظمات الإنسانية دعمها للأفران. لا يتجاوز نصيب الأفران العامة 10% من الحصة السوقية لإنتاج الخبز، في وقت يتهم تجار متنفذون بالسيطرة على أقوات الناس. الاحتكار هو أحد أهم عوامل غلاء الأسعار. لا بوادر على خطوات تقوم بها سلطات الأمر الواقع لإخراج الناس من حاجة قد تتحول إلى ثورة. لشعوب تاريخ مع انتفاضات الخبز. في مصر إبان حكم أنور السادات سميت ثورة الحرامية، سبقتها تونس والمغرب وقبلها الثورة الفرنسية. خرج المتعففون عن صمتهم صارخين نريد إطعام أبنائنا. هي صرخة في وجه الكل. الغلاء شمل كل المواد الأساسية للمواطن، تضخم وضعف للقدرة الشرائية مع بدء فرص العمل بالتقلص. أرهقت كاهل 4 ملايين، الكثير منهم مهجر يسكن في الخيام، والشتاء على الأبواب. هل من مخرج لهذه الأزمة؟ تدخل أو مبادرات محلية مثلا؟ هل تستطيع سلطات الأمر الواقع وضع حلولا وهي المتهمة بالفشل بكل الملفات السياسية والعسكرية والخدمية؟ ما تبعات استمرار التعامل بالليرة التركية التي تنزف؟ وهل من بدائل؟ هذا ما نناقشه في هذه الحلقة من هنا سوريا. أهلا بكم. أهلا بكم مجددا. قالت منظمة مناسقو استجابة سوريا إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في المحرر خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 400%، كما ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 350%، ارتفعت أسعار الخبز بنسبة 300%، معدلات الفقر تجاوزت 90%، أعداد الأسر التي خفضت أعداد الوجبات الرئيسية وصلت إلى 65%، ضمن المخيمات هذه النسبة وصلت إلى 89%. نسبة الأسر التي وصلت إلى حد الانهيار خلال الأشهر الثلاثة السابقة ارتفعت من 52% إلى 59%. عمليات التمويل للاستجابة الإنسانية لا تغطي أكثر من 45% من الاحتياجات العامة، في حين لم تتجاوز نسبة الاستجابة الإنسانية 35%. بالمقابل مستوى الأجور للعمال انخفض مقارنة بسعر الصرف الحالي من 900 ليرة تركية إلى 550 ليرة تركية. يبدو الحال مرشحا نحو أزمة. عن هذه الأزمة، أسبابها وطرق تدارك وقوعها، نستضيف محمد السكري الباحث المختص في الشأن السوري من غازي عنتاب، والدكتور عبد الحكيم المصري وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة من ريف حلب. معنا أيضا مراسل أوريان جميل الحسن من إدلب، والناشط الإعلامي جلال تلاوي معنا عبر الهاتف من ريف حلب. مساء الخير وأهلا بكم ضيوفي الكرام. أجرينا استطلاع للرأي حول هذه الأزمة المعيشية، حول غلاء الأسعار. دعونا نتابع معا قبل أن نبدأ هذا الحديث رأي الشارع بما يجري. والله زفت زفت، والله زفت يا ابن عمي، والله كل شيء بالناركو، بولي صوب وعكس 60 ولا ايش دار لك ايش دار لك، شكل الله ما زلي اخر شيء ما انطر للسرقه، ايش بنمشي امورنا؟ رب العالمين عاد مشي امورنا، كل واعي اللي ماشي بالعشر ليرات واللي ماشي بال25 واللي ماشي بال100. والله هذا الغلا شحدنا، أقول لك وبيع ما في، دائرة مع كل الخلق، دائرة والله ما في حركة طاولة أبدا، والعالم تعباني كلياتها، تعبك لهلا ما لنا بايعين ب50 ورقة والله، أجي أقول لك العالم كلها تعباني، وشكينا الأمر إلى الله،
شيء بورقه وما في ورقه. عم يجي عند زبون مثلا بده بخمس ورقات لحميه، اعطيها لطفل عمره سنه بضاعه ما بتشبعوه، عم ياخذوها وبيطبخوها طبخه وبياكلوا منها سبعة انفس. ايه والله يكون بالعون، الوضع سيء جدا. مصروف كبير والدخل قليل، دخل قليل كثير يعني ما عم يغطي، يعني الدخل ما عم يغطي المصروف. ايه هذا وضعنا نحن هون على 100 قرات، عم نستنى فرج الله. معيشة صعبة قد ما قلت لك صعبة. اللي بيكون ما له عم يشتغل صعبة كثير. الله وكيلك يا عمي. ليك هلا صحن البيض جبته ب 29 ورقة. شو؟ هذا شغل هذا، منين بدك تجيب العالم؟ وهليك قاعد على الرصيف، أنا زلمة ضرير لا شغلي ولا عملي. قاعد على الرصيف وبرقبتنا أولاد وبرقبتنا عالم وبرقبتنا خلق. تعال الخبز فيه ثلاث خبزات أربع خبزات حق ورقتين نص، وهلا بده يسوى بده بشقد كمان. شو هذا شغل؟ هذا شغل كيلو السكر من ورقات تسع ورقات. شو هذا شغل؟ بده الله لا يدبره، رب العالمين ما بدبره. والله الوضع البالي يعني صار بدي اقول لك تقريبا اغلى من جديد صار هلا سبحان الله. يعني هالغلا صار الفقير الزنقيري يجي يشتري من البالي، لانه يعني شيء اساسي يعني اليوم بالبالي. بالدين عايشين، بعرض اختي عايشين بالدين، اقسم بالله بدي الله الفرج على الله. احسن شيء ما عمل لحي لا اجار دور ولا اجار امبيروت ولا يعني بالدين، عايشين بالدين اخي. واللي الله بيبعث لنا ياش حادي، اللي هل صاحبين اللي بيبعثوا لنا كاميرا بندفع اجار الدور، هيك عايشين. ما 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 تدبر، ما تدبر، ما تدبر. ايش بدي اقول لك؟ ما بحكي لك شيء. يعني نزل على السوق وشوف، امسيات كنا مسرقين، ما لنا نحكي. العالم موافق على الحاويه ابن عمي. والله. ومجددا ارحب بضيوفي في هذه الحلقه، الدكتور عبد الحكيم المصري وزير الاقتصاد بالحكومه المؤقته معنا من ريف حلب، الباحث المختص في الشان السوري محمد السكري، والزميل جميل الحسن من ريف ادلب. مساء الخير واهلا بكم جميعا. دكتور عبد الحكيم، سمعت معنا استطلاع الراي في المناطق المحرره، كيف تنظر الى الاوضاع المعيشيه التي وصل اليها المدنيين هناك؟ دكتور عبد الحكيم، على ما يبدو أنه الدكتور عبد الحكيم لا يتمكن من سماعي الآن بشكل واضح. جميل، اليوم يعني شاهدنا استطلاع الرأي من المناطق المحررة، يعني من عين المكان بحسب ما تتعامل معه المدنيين، من يحمل المسؤولية، مسؤولية الأوضاع التي نراها اليوم؟ نعم أحلام، أولا مساء الخير لك ولضيوفنا الكرام. بداية، هل باستطاعتك سماعي جيدا؟ بشكل واضح جدا، تفضل. جميل نعم أحلام، في الحقيقة من خلال تجولاتنا في الشوارع في مدينة إدلب وفي المناطق المحررة بالمجمل، يعني احتقان شديد جدا من قبل الأهالي والمدنيين للوضع المعيشي الذين يعيشونه. المدني لا يعلم من هو، يعني لا يعلم كيف ما يحصل في العالم من غلاء، ما يحصل من حكومة، ما يحصل من أفران، ما يحصل من غيرها. يعلم أنه هو المتأثر، يعلم أنه اليوم لديه 5 ليرات تركية أصبحت قيمتها اليوم ليرتين تركيتين، كان بإمكانه أن يحصل عليها في كيسين خبز. التوجهات الأنظار تبدأ أولا باتجاه حكومة الإنقاذ، ثانيا باتجاه مدراء الأفران. عندما توجهت إلى مدراء الأفران وقمنا بسؤال عدة أفران، قالوا بأن يعني دعونا نعمل يعني على أساس كيلو و200 غرام للخبز بقيمة 5 ليرات. وعندما تأكدت من الموضوع ومنذ دقائق قليلة كنت أتحدث أيضا مع مدير فرن آخر، يقول لي في الحقيقة يعني أن هناك غلاء في أسعار القمح من الأساس، أصبح الطن زيادة 100 دولار على كل واحد طن، بالإضافة إلى انهيار للليرة التركية. وثبت أن هناك يعني الأيام القليلة القادمة إذا لم يتدارك الوضع سيكون هناك أيضا غلاء أكثر لسعر الكيس الواحد لربطة الخبز الواحدة، بالإضافة إلى يعني انخفاض وزنها بأكثر من ذلك منذ قليل. نعم جميل. طيب، على ما يبدو أننا نواجه مشكلة تقنية مع جميل. دكتور عبد الحكيم، بداية مساء الخير وأهلا فيك في برنامج هنا سوريا. أجرينا استطلاع للرأي، وحقيقة يعني الوضع المعيشي مؤلم
في المناطق المحررة. يعني الناس عم تحكي عن رغيف الخبز وعن حق ربطة الخبز وعن غلاء الأسعار وانخفاض الأجور وأوضاع أكيد حضرتك بتعرفها. ما هي الأسباب التي أدت إلى وصول الحال إلى ما هو عليه الآن؟ مساء النور لك وللأخوة المشاهدين جميعا. أهلا فيك. بصراحة طبعا أسعار يعني ارتفعت ولا يخفى على ذلك على أحد. إحنا آخر دراسة أجريناها ب 15/11 فكان التضخم خلال 2021 حوالي 25% طبعا بالليرة التركية أتكلم. بالدولار كان نسبته أقل بسيطة إلى حوالي 5% تقريبا. طبعا هناك أسباب عديدة كلياتها تكاتفت وأدت إلى هذا التضخم. أول شيء في تضخم عالمي، التضخم بأمريكا وصل هذا العام 6% وهو أعلى مستوى من 30 سنة. على مستوى الوطن العربي حوالي 11%، طبعا عند مناطق النظام 72%. طبعا شو اللي أدى لهذه الأسباب؟ ارتفاع سعر النفط، الآن قبل دقائق كان سعر النفط 76 دولار، بينما بداية العام كان حوالي 50 دولار. ارتفاع تكاليف الشحن البحري، الآن أصبحت تتكلف الشحن البحري على السلعة من 10 إلى 15%، بينما كان سابقا من 2 إلى 4%. بالإضافة إلى ذلك انخفاض سعر الليرة التركية أدى إلى ارتفاع الأسعار بالليرة، كون المنطقة عم تتعامل بالليرة التركية بشكل عام، والدخل للناس أغلبه بالليرة التركية، يعني خلينا نحدد 85% إلى 90% بيتقاضوا دخلهم بالليرة التركية. كل هالأمور هاي انخفضت أدت إلى انخفاض القوة الشرائية. هو الدخل بالأساس كان منخفض بوجود بطالة كبيرة جدا بالمناطق المحررة، طبعا وجود 4,200,000 شخص بوجود يد عاملة كثيرة، ففي بطالة. السنة الماضية كان في جفاف، والسنة كمان في جفاف، هاي بالإضافة إلى مرض كورونا. يعني حتى السنة موسم الزيتون لا يتجاوز 25% عن موسم السنة الماضية، فهذا كله أدى إلى ضعف الدخل عند الناس، وأدى إلى وجود الفقر الكبير، وتجاوز الآن نسبة الفقر 90% على الأقل. حتى اللي عم يأخذ دخل يعتبر هو تحت خط الفقر، لأنه العائلة حتى تعيش بشكل مقبول الآن إذا كانت تتكون من 5 أشخاص بدها حوالي 2700 إلى 2800 ليرة تركية دون إيجار البيت. فهاي كل الأمور بتؤدي إلى هذا الوضع المأساوي اللي بتعيش فيه بالمناطق المحررة. محمد، كيف تنظر إلى الأسباب التي أوردها دكتور عبد الحكيم حول الأوضاع المعيشية التي نراها اليوم في المحرر؟ هل تتفق معه؟ نعم، في بداية تحياتي لك أحلام وأيضا لضيوف الكرام والسادة المشاهدين. يعني حقيقة أتفق بشكل كامل، ولكن هناك أسباب أخرى يجب أن نضيء عليها، وهي احتكار هيئة تحرير الشام أو تبني هيئة تحرير الشام ما يسمى الاقتصاد الإسعافي. والاقتصاد الإسعافي في الغالب يعني يبنى على أساس ردات الفعل دون أن يكون هناك استراتيجيات واضحة للتعامل مع الأزمات، ولا يوجد في الحقيقة استراتيجية لدى هيئة تحرير الشام أو أدوات اقتصادية جيدة للتعامل مع الواقع الراهن، وأيضا الارتباط بالليرة التركية، حتى ايضا يعني الشراكات بشكل دائم مع المؤسسات التركيه. كل هذه الاسباب ادت في نهايه المطاف الى هذه الطفره، دعينا نقول، والتدهور الكامل في مناطق المعارضه السوريه، ولا سيما في مناطق هيئه تحرير الشام. بالاضافه الى ذلك السياسات التعسفيه الاحتكاريه التي تفرضها هيئه تحرير الشام على مناطق المعارضه السوريه، فرض الاتوات، الزكاه بشكل تعسفي وبتهديد السلاح، وايضا منع ان يكون هناك منشات صناعيه على أساس الاقتصاد الحر. كل هذه الأسباب في الحقيقة أدت في نهاية المطاف لهذا التدهور، ليس فقط يعني التدهور الليرة التركية. قبل أن تدهور الليرة التركية كانت مناطق المعارضة عمليا تعاني من عدم الاستقرار، وتعاني أيضا من سلطة هيئة تحرير الشام على المستوى المدني وعلى المستوى الاقتصادي وأيضا على المستويات الأخرى. ولكن اليوم محمد، يعني المعاناة ليست في مناطق هيئة تحرير الشام فقط، وإنما أيضا
في مناطق الحكومة المؤقتة. صحيح صحيح، حتى مناطق الحكومة المؤقتة، يعني أعتقد أن مناطق الحكومة المؤقتة تعاني من ذات الأسباب، ولكن على أقل تقدير بذات النتيجة ولكن بأسباب مختلفة. السبب الرئيسي هو عدم وجود تنظيم، عدم وجود تنسيق بين المجالس المحلية بين الحكومة السورية المؤقتة. هناك خلافات دائمة على المستوى، مثلا يجب أن تتبنى الحكومة السورية المؤقتة سياسات اقتصادية معينة بالتالي يتم تمريرها عبر المجالس المحلية. هناك خلاف كبير بين المجالس المحلية وبين الحكومة السورية المؤقتة، وهذا بطبيعة الحال كله يؤدي إلى ذات النتيجة. أيضا هيئة تحرير الشام بذات الأمر تتبنى الاقتصاد الإسعافي، وهذا بكل تأكيد يعني في النهاية سيؤدي لنتائج الراهنة. بالإضافة إلى ذلك طبعا الوضع السائد في سوريا بشكل عام، وكذلك الأمر قضية المساعدات الإنسانية، الحد من المساعدات الإنسانية بدل أن تكون يعني عن طريق معبر باب الهوى أصبحت عن طريق مناطق النظام السوري، أو ستصبح خلال الأشهر القادمة القليلة عبر مناطق النظام السوري. كل هذه الأسباب مجتمعة بكل تأكيد ستؤدي في نهاية المطاف. يعني لم يبت هذا الموضوع ومن المبكر الحديث عنه لكي لا نكون تشاؤميين أو تفاؤليين، يعني إلى أن يأتي موضوع تمديد المساعدات العابرة نتحدث عنه. ولكن اليوم في الوضع الراهن أنتقل بهذا السؤال لجميل. جميل، اليوم يعني الناس كيف يتعاملوا مع هذا الغلاء؟ كيف يتعاملوا مع سلطات الأمر الواقع التي هي من المفترض أنها مسؤولة عن تصحيح أوضاع الناس؟ نعم، أحلام مساء الخير لك ولضيوفنا الكرام. في الحقيقة يعني بداية أريد أن أبدأ من آخر الكلام. منذ دقائق قليلة كان هناك اجتماع مع مديرية الأفران التابعة لحكومة الإنقاذ مع مدراء الأفران المتواجدون في المناطق المحررة في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ ومناطق سيطرة هيئة تحرير الشام. وكأخبار أولية أو أنباء أولية وصلتني أن هناك أصبح توصل لصيغة معينة ما بين مدراء الأفران وما بين حكومة الإنقاذ على ثبات في يعني ربطة الخبز مع ثمنها، ولكن يعني بحيث تبقى ثابتة حتى مع متغيرات ثمن القمح ومع متغيرات يعني أسعار المحروقات. طبعا أنا أنقل لك ما يعني وصلتني منذ دقائق قليلة. أتحدث عن الوضع المعيشي. الوضع أصبح يعني هناك خنقة وغصات كثيرة في يعني لدى المدنيين متواجدين من خلال تواجدي في مدينة إدلب وأيضا في مناطق المحررة الأخرى شمال مدينة إدلب وغربها. يعني الانهيار الاقتصاد الليرة التركية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير جدا مع دخول فصل الشتاء أيضا، وغلاء ثمن ربطة الخبز مع انخفاضها، الأمر شكل يعني حالة احتقان كبيرة لدى البسطاء من المدنيين والذين هم النسبة الأكبر من الشعب المهجر والنازح، بالإضافة حتى إلى السكان الأصليين من المدن التي ما زالت هي محررة وهم من السكان الأصليين لهذه المدن. يعني أصبح هناك يعني وضع اقتصادي يعني متردي للعمال. العامل الذي كانت أجرته اليومية 20 ليرة تركي فعليا أصبحت يعني ما يقارب 8 ليرات فعليا، يعني لا يستطيع العمل فيها أي شيء لأنه لم يتم رفع أجور العمال، سواء كان من التجار سواء كان من الموظفين المتواجدين في الحكومة أو المتواجدين في العمال المتواجدين لدى المدنيين أصحاب يعني المصانع أصحاب المناطق التي يكون فيها يد عاملة. النقطة المهمة يعني سألتيني منذ قليل ما هي يعني لمن يتم توجيه أصابع الاتهام. في الحقيقة عندما أصبحنا نتحرى الوضع نذهب إلى مدراء الأفران إلى 4 أفران يقول لي تسمح لنا الحكومة أن نفعل نقوم بوضع ربطة الخبز كيلو و200 غرام وبثمن 5 ليرات، يعني باستطاعتنا عمل هذا الشيء. عندما اكتشفت الموضوع الآخر اليوم من بعض مدراء الأفران أيضا، يعني أنا سألت 4 أفران يكون الإجابة نفس الإجابة. عندما أسأل مدراء أفران في غير منطقة يقول سيكون في الأيام القليلة القادمة هناك نقص أيضا لوزن ربطة الخبز وأيضا ارتفاع لثمنها. سألت ما هو السبب، قال ارتفاع الطن الواحد من القمح إلى 100 دولار بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات. فنسف كلام مدراء الأفران الآخرين، فثبت هذا الأمر أن هناك تراشق ما بين يعني
الأطراف المتواجدة في وضع الأسباب على الآخرين. فأنا بدأت معك فيما حصل منذ قليل ومن ثم عدت تبادل للاتهامات في الوقت يعني نعم. الحديث عن هذا الحل هو لم يطبق إلى هذه الساعة، ولكن هذا ما رشح على الاجتماع بين مدراء الأفران والجهات المعنية في نعم. في إدلب. دكتور عبد الحكيم، يعني اليوم عنا حكومتين، حكومة مؤقتة وحكومة إنقاذ. عنا 4 ملايين مدني وأكثر متواجدين في مناطق شمال سوريا. عنا كمية من المشاكل حقيقة اللي بيعاني منها المدنيين لم تمر على شخص وتمر مرور الكرام. يعني استطلاع الرأي اللي أجريناه أجرى زملاء في المناطق المحررة يدمي القلب. نتحدث عن الخبز، نتحدث عن أساسيات الحياة. ماذا تقدم الحكومة المؤقتة وماذا تقدم حكومة الإنقاذ؟ واليوم بدلا من تراشق الاتهامات، هل من الممكن العمل سوية لخلق حل ما؟ طبعا ماذا تقدم الحكومة المؤقتة؟ طبعا احنا عن طريق المؤسسة العامة للحقوق، طبعا لدينا 3 أفران تدار مباشرة من المؤسسة، بالإضافة إلى الأفران المتواجدة بالمنطقة وتديرها المجالس المحلية. إحنا سعر ربطة الخبز 700 غرام ليرة تركي. طبعا هذا السعر تم تثبيته من يعني المشكلة إنه اليوم دكتور عبد الحكيم صار عنا نحن وهنن. يعني اليوم عنا الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ وكأنه المدنيين متحاصصينهم. هلا مو احنا مو متحاسسين، واحنا لا يسمح لنا العمل الا بمناطق محدده، فالمناطق اللي يسمح لنا العمل فيها نسعى جاهدين للعمل على تقديم ما نتمكن. يعني مثلا المعابر احنا معفين المواد الغذائيه حتى الطحين القمح تقريبا عارفينها من الرسوم الجمركيه، اذا كان في رسوم جمركيه بتكون بسيطه جدا بالحد الادنى لا تؤثر على الاسعار، وكذلك المواد الاوليه. 2 احنا بنبيع الطحين، طبعا المطاحن تابعة لمؤسسة الحبوب يعني بتأمن حوالي 40% من حاجة المنطقة، يباع الطن. طيب لحتى ما نضيع بالتفاصيل والأرقام يا دكتور عبد الحكيم، دعني أسألك، هل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المؤقتة لا تعاني من غلاء الأسعار؟ لا تعاني من الأزمات، لا تعاني من سوء الموارد الطبيعية والاقتصادية الموجودة؟ هل لديها خطة مستدامة؟ هل لديها خطة استراتيجية مستقبلا؟ تمام. هل أنتم بالبداية ركزتوا على الخبز وأنا أجبت عن هذا القطاع لأنه هو بصراحة يمس كل بيت. إحنا لحد الآن خلينا أكمل إنه إحنا عم نبيع بالمؤسسة الحبوب طن الطحين 240 دولار بينما تكلفته بالسوق يباع ب 400. كمان هذا دعم طبعا لأفران محددة وتراقب من قبل المؤسسة والمجالس المحلية. الا الخطة بصراحة الان احنا في عندنا بطالة مرتفعة جدا بكل المنطقة اينما تواجد الناس. عندنا 1,200,000 بيعيشوا بالمخيمات، يد عاملة معروضة بشكل كبير انخفاض الدخل. الحل انه لازم يكون في استثمار. هلا احنا كحكومة بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة صار في عندنا 5 مناطق صناعية، واحدة بالباب بعزاز بالراعي بمارع وبجرابلس. هاي المناطق الاستثمارية لجذب الاستثمارات. الاستثمارات هي الحل الوحيد لدفع عجلة التنمية في المنطقة. بالمناطق الصناعية تم تأمين البنية التحتية بشكل كامل طبعا، وبعضها عم يتم العمل فيه. تم تأمينها بالمرافق العامة بشكل عام، كهرباء، مياه، طرق، أمنيا. وتم التوافق بآخر اجتماع مع اتحاد غرف التجارة والصناعة أنه الصناعات التي تقام بهذه المناطق أنه نحميها، ما نسمح باستيراد المواد. يعني بدأت الصناعة فعلا في تلك المناطق طبعاً يا دكتور عبد الحكيم، لأنه الكلام جميل لدرجة أنه أنا بدأت أشعر بأنه هذه المناطق هي أقرب لسنغافورة. تمام. هلا في عندنا منطقة بالراعي فيها 1400 مستثمر، الآن صار فيها حوالي 100 أو 120 يشتغلوا والباقي عم يبني. أنا من عدة أيام كنت بجرابلس في معمل بدأ إنتاجه، طبعا من لما كنت هناك يوم الأربعاء بدأ إنتاج مسامير حديد معدنية، هو كان معمله بتركيا ونقله إلى سوريا. في معامل أنترلوك هاي اللي بيتم استيرادها مشان الطرق كمان في معمل هناك.
تم أخذ مقاسم لافتتاح معامل أدوية بيطرية ومعامل أدوية بشرية في معامل لصهر الحديد. فإن شاء الله إحنا ماشيين، ولكن بتعرف في المنطقة لحد الآن المستثمرين ما أنهم على قناعة كاملة إنه البيئة أصبحت مستقرة، والحق معهم، يعني بده يدفع أمواله كمان، هي تعبه وشقة عمره بده يأخذ مردود عليها. ولكن إحنا نسعى بهذا المجال لجذب المستثمرين. الحل الوحيد هو جذب المستثمر للاستثمار بالمنطقة، وطبعا في مشاريع من الحكومة إن شاء الله، مشروع رح يجي يعني إن شاء الله يكون سريع، إنه هو قروض حسنة لإقامة مشاريع صغيرة لتشغيل الشباب وخاصة خريجين الجامعات والطلاب اللي عم يطلعوا للحياة بشكل سريع، يأمن له عمل من خلال إعطائه قرض حسن 2000 أو إلى حد 10,000 دولار طبعا حسب المشروع. نعم دكتور محمد، أستاذ محمد، اليوم بالنسبة لمناطق حكومة الإنقاذ هنالك احتكار واضح وصريح يعني حقيقة للموارد الطبيعية، للاستيراد، للتصدير، للمحروقات إلى ما ذلك. كيف يدفع المواطن ثمن هذا الاحتكار؟ وهل يعني تقدر بأنه لو تم رفع هذا الاحتكار من الممكن أن تكون المعاناة أقل؟ يعني أعتقد بكل تأكيد لو يعني رفعت هيئة تحرير الشام يدها بشكل كامل على الملف الاقتصادي، بكل تأكيد كانت المعادلة ستتغير. على أقل تقدير ستكون الأزمة الاقتصادية اليوم التي تعيشها مناطق المعارضة يعني تأتي على عاهل المواطن بشكل أخف. وللأسف الشديد هيئة تحرير الشام ليس فقط يعني تحتكر العمل يعني الاقتصادي، وأيضا تمنع الاستثمار، وكذلك الأمر تفرض أتاوات، وأيضا تضع وتؤسس شركات مثل وتد وتحتكر قطاعات معينة، قطاع النفط والثروات الباطنية وإلى آخره. وإنما أيضا المشكلة أنه هي أيضا مشكلة أمنية في حقيقة الأمر، أي أنها تقوم بالإضافة إلى ذلك بملاحقة المدنيين، وأيضا فرض عليهم سياسات تعسفية، وفرض عليهم الزكاة بالقوة وإلى آخره. كذلك الأمر هيئة تحرير الشام ليس فقط على هذه الأصل، كذلك هيئة تحرير الشام في الحقيقة تحاول تنظيم مناطقها بشكل محدد عبر اتباع سياسة العنف وأيضا فرض سلطة أمر الواقع، وكذا هذا بكل تأكيد سيحول مناطق المعارضة السورية أو منطقة إدلب بالتحديد إلى سجن كبير، وهذا فعلا ما عملت عليه هيئة تحرير الشام. وهذا السجن بطبيعة الحال لن يكون هناك مخرج منه إلا يعني عن طريق بعض القطاعات التي تشرف عليها هيئة تحرير الشام بشكل مباشر، فبالتالي بكل تأكيد لن يكون هناك تعافي اقتصادي. طبعا يعني عندي تعقيب محمد، كنا قد طلبنا من حكومة الإنقاذ المشاركة في هذه الحلقة لكي لا نتهم حكومة الإنقاذ دون أن يكون هنالك من يرد على هذه الاتهامات أو على ما نقوم باستعراضه من مشكلات تعاني منها مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، إلا أنه رفضوا طبعا المشاركة كما العادة. يعني في بطبيعة الحال أحلام، يعني لا أعتقد أن هيئة تحرير الشام قادرة على الرد على هذا الخطاب، لأنه هو هذا خطاب واقعي. يعني حتى إن سألنا المدنيين في إدلب سيجيبوا بذات الأجوبة. يعني اليوم المدنيين، المعاناة حقيقة التي يعيشها المدنيين في إدلب، أعتقد هناك استياء كبير جدا من سلطة هيئة تحرير الشام من طريقة تعاطي هيئة تحرير الشام مع الملف الاقتصادي والأمني والعسكري أيضا. فبالتالي هيئة تحرير الشام أعتقد كذلك الأمر هناك مشكلة مهمة جدا في إطارة إدارة العملية الاقتصادية والسياسية، وأيضا في تعيين على الأقل تقديرهم يعني الأشخاص ليس لديها لا الخبرة ولا التجربة، معظمهم أعتقد ينتمون إلى تيارات دينية مختلفة، فبالتالي ليس لديهم اطلاع كيف تدار السياسات الاقتصادية، كيف تدار السياسات المدنية، كيف يمكن التعامل مع الأزمة الحالية، وكذلك الأمر كيف يمكن في الحقيقة يعني الدفع تجاه أن يكون هناك شركات مع شركات تركية لا تفرض الأتوات، أو أقل تقدير شركات تركية يمكن أن تمنح هيئة تحرير الشام أو يعني الحكومة الإنقاذ في هيئة تحرير الشام يعني أسعار مناسبة مغايرة حاليا الأسعار الموجودة، بالتالي يكون هناك تدافع على الصعيد الاقتصادي. وللأسف الشديد هذا كله غير متوفر وغير موجود بسبب عدم وجود يعني نخبة أو فئة تكنوقراط تقود هذه العملية في هذه المناطق. نعم جميل. مؤخرا يعني خلال الأيام الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي كان هنالك الكثير من الفيديوهات التي تتحدث عن الأوضاع المعيشية، وكان هنالك سؤال مؤلم جدا، كيف بيعيش الفقير؟ وفعلا السؤال هو اليوم أنه كيف بيعيش الفقير بهاي المناطق؟
الفقير يعيش يعني اولا اذا كان من المخيمات، فللمخيمات بشكل عام من المساعدات الأممية وغيرها يعني يكون هناك سلة إغاثية يعني لتدبير حال الأمور على الحد الأدنى. بالنسبة للحالات الإنسانية التي تصبح بارزة أو ظاهرة يحاول الناشطون التوجه إليها على الفور واستعراضها على العلن من أجل تقديم مساعدة لها والكفالة لها لهذه العوائل. العوائل الأخرى يعني تعمل على يعني على الأجور، إذا كان هناك عمال فيعمل بقدر أجرة العمل التي يتقاضاها سواء كانت منخفضة أو متوسطة، فهو يعني على ذات العمل ويحاول أن يتأقلم مع هذه الأجرة. نضيف على ذلك يعني البعض ممن هم مستورين الحال ولكن وضعه المادي سيء جدا، هذا الأمر لا أحد يعني يعلم تفاصيل معيشته يعني بالتفصيل. البعض يتحدث لنا أن يعني الطبخة الواحدة قد تكفي إلى يومين، والبعض الآخر يتحدث يعني عن المعيشة بالحواضر الأولية، والبعض يتحدث عن يعني البحث عن سبل عمل أخرى، وهناك الكثير من الأمور. الحال صحيح، وكان يعني استطلاع الرأي جميل يلي زودتنا فيه يعني يسلط الضوء بشكل واضح ومن لسان الناس عن الأوضاع المعيشية، إضافة للفيديوهات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. دكتور عبد الحكيم، يعني هذه الأزمة هل ترى بأنها أزمة عابرة أم أنها مستمرة؟ إن كانت مستمرة ما هي استراتيجية التعامل معها للمستقبل؟ يعني نتمنى أنه احنا تستقر الأمور إن شاء الله على الأقل على هذا الحد، ما تزال تدهور أكثر. المطلوب تشجيع الاستثمار، مطلوب الاستثمارات، ترك التجارة حرة. طيب بالحديث عن الاستثمارات يعني دكتور عبد الحكيم، إذا بدنا نشجع الاستثمار هلأ يعني الليرة التركية غير ثابتة، سعر الصرف، الأوضاع الأمنية غير مستقرة، هل ترى بأنه الأوضاع الحالية من الممكن أن تشجع على الرغم من الأمنيات ولكن بعيدا عن الأمنيات بالنظر إلى الوقائع؟ تمام. الآن إحنا بالمناطق المحررة بصراحة في 1400 تاجر أو صناعي أو مهني اشتروا مقاسم بمنطقة صناعية بالراعي وبدأوا يجهزوا، في ناس منهم اشتغلوا. نفس الشيء بصوران، عفوا بأي بصور بمارع كمان انباعت المقاسم بجرابلس 50%. أنه يقال أنه رأس المال جبان، صحيح جبان، ولكن في ناس أصحاب رؤوس المال بخاطر وبيشتغل بالمناطق الخطرة، في ناس كانت تشتغل بأفغانستان بكل الدول اللي فيها مشاكل. وإحنا بصراحة في عندنا مصانع، الليرة التركية ما راح تظلها تنهار إلى أو تنخفض إلى مدى طويل. طيب دكتور عبد الحكيم، يعني عنده اليوم الحكومة المؤقتة بعيدا عن الاستثمار، يعني المستثمر فلوسه بجيبه مثل ما بيقولوا، أنتوا كحكومة مؤقتة ماذا تستطيعوا أن تقدموا لصغار الكسبة والفقراء في ظل الوضع الراهن وبحال استمر هذا الوضع للمستقبل؟ احنا على الاقل الان مستمرين بدعم رغيف الخبز، طبعا هذا خط احمر وكان الربطه مثل ما ذكرت لك 700 غرام بالليره التركيه ومستمرين فيها. طبعا تحدد السعر لما كان الدولار ب 6 ليرات ونص، ولكن احنا مستمرين فيه. دعم الطحين كمان بشكل مستمر، دعم الصناعات المحلية اللي موجودة هون من خلال تخفيض الرسوم على المنتجات المحلية، تخفيض الرسوم على المواد الأساسية يعني الغذائية الخضروات بوقت ما في موسم أن يتم استيرادها، هاي طبعا رسومها الجمركية تكاد لا تذكر، لا يوجد رسوم جمركية على مواد الوقود على الوقود. يعني هذا ما ذكرته حضرتك دكتور عبد الحكيم في بداية الحديث. أستاذ محمد، اليوم بالنسبة إذا ما استمرت هذه الحالة من غلاء الأسعار والتذبذب بالأسعار وعدم وجود أي مراقبة للمحتكرين في مناطق حكومة الإنقاذ، ما هو مصير المواطن؟ هل ترى بأنه حكومة الإنقاذ من الممكن أن تتعامل بحكمة مع هذه الأزمة؟ أعتقد أحلام لا يوجد يعني في الحقيقة لا يوجد أي سبل للتعامل هيئة تحرير الشام مع الأزمة بطريقة أكاديمية وبطريقة واقعية تخرج المواطن السوري أو تخفف عن عبء المواطن السوري في تلك المنطقة. للأسف الشديد سياسة أمن الواقع هي من تفرض نفسها على هذه المنطقة، ولا يمكن لهيئة تحرير الشام يعني أن تستمر. أعتقد أن الانفجار قد يحدث انفجار على المستوى
تظاهرات كبيرة ضد هيئة تحرير الشام بسبب هذه السياسات التعسفية التي تفرضها، وهنا دعينا نشير أحلام إلى دور الحكومة السورية المؤقتة في هذا الإطار. أعتقد على الحكومة السورية المؤقتة أن تستغل هذه اللحظة المهمة يعني في الحقيقة في إطار هذا الملف وتتبنى سياسات جيدة للتعاطي مع الواقع بما يشجع المواطن السوري للجوء إلى الحكومة السورية المؤقتة بدلا من هيئة تحرير الشام، ويشجع أيضا على سحب البساط من يعني أسفل هيئة تحرير الشام لصالح الحكومة السورية المؤقتة، وعلى أيضا الحكومة السورية المؤقتة في هذا الإطار وأيضا منظمات المجتمع المدني بدلا من أن تدعم الاستجابة السريعة لقطاعات معينة. أعتقد من المهم جدا أن تقوم بدعم يعني المتوسطي الكسبة أو أيضا من لديه مشاريع استثمارية جيدة في هذه المنطقة على أمل أن تتحول في على المدى البعيد إلى يعني إلى شركات أو حتى إلى مصانع جيدة في مناطق المعارضة السورية. وأعتقد لا يمكن حل هذه الأزمة إلا بهذه الطريقة، أو على الأقل تقدير أن يكون هناك حل سياسي شامل للملف السوري، ولا أعتقد أن التعقيد سيبقى مستمرا وهي تحرير الشام ستبقى تفرض نفس السياسات التعسفية للأسف الشديد. شكرا جزيلا لك الباحث المختص في الشأن السوري محمد سكري، كنت معنا من غازي عنتاب. أشكر أيضا الدكتور عبد الحكيم المصري وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة، كان معنا من ريف حلب. الشكر موصول لزميلي جميل الحسن مراسل أورينت من ريف إدلب. وكنت في بداية هذه الحلقة قد رحبت بالناشط الإعلامي جلال تلاوي، كان من المفترض أن يكون معنا عبر الهاتف ولكن لم نتمكن من الاتصال به خلال هذه الحلقة، شكرا له على كل الأحوال. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، بأمان الله.